بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الرابع بعد 102. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد يواصل الشيخ رحمه الله المقارنة بين الأسماء والأوصاف. كنا في الحلقة السابقة قد اقتطفنا دررا من كلامه في الفرق بين الكافر والمنافق والكتابي والوثني، وها نحن في هذه الحلقة نقتطف من كلامه في بيان الفرق بين لفظ الصالح والشهيد والصديق، حيث يقول رحمه الله: وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين، قال تعالى في حق الخليل: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقال: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقال الخليل: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. الحديث. وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الزجاج وغيره: الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ الصالح خلاف الفاسد، فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأفعاله على ما يرضي ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفا على النبيين، وقد وصف به النبيين في مثل قوله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وكذلك الشهيد، قد جعل هنا قرين الصديق والصالحين، وقد قال: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. ولما قيلت الشهادة على الناس وصفت، ولما قرنت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها، كقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس، كالشهادة المذكورة في قوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين، بل ذلك كقوله: ويتخذ منكم شهداء. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان الفروق بين الألفاظ المذمومة، فقال: وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق، كقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ومعصية من كذب وتولى. قال تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر.
وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا به ويطيعوهم فيما أمروا به. وكذلك قال في فرعون فكذب وعصى، وقال عن جنس الكافر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر. وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. ومنه قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن، كقوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وذمه في غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله، وأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة، وذم التولي عن الطاعة، كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله فعصى فرعون الرسول. وقد قيل إن التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار، يعني التأبيد في النار. ولهذا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني ولم يذكر تأبيد خلوده في النار. وقال في من يجور في المواريث ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده فلم يذكرها مطلقة، وقال وعصى آدم ربه فغوى، فهي معصية خاصة. قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فأخبر عن معصية واقعة معينة، وهي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم بلزوم ثغرهم وإن رأوا المسلمين انتصروا فعصى من عصى منهم هذا الأمر، وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين وأقبل من أقبل منهم على الغنائم. وكذلك قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، جعل ذلك ثلاث مراتب، وقال ولا يعصينك في معروف فقيد المعصية، ولهذا فسرت بالنياحة، قاله ابن عباس وروي ذلك مرفوعا. وكذلك قال زيد بن أسلم لا يدعون ويلا ولا يخدشن وجها ولا ينشرن شعرا ولا يشققن ثوبا. هذا وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.